قرية أثرية مليانة شجر عمره آلاف السنين، كل واحد في القرية دي عنده شجرة من غير ورق ملكية ولا حاجة، كل واحد شجرته معروفة ومحدش بيجي جنب شجرة التاني. وفي فصل الربيع كل البياعين من كل المحافظات بيتجمعوا في القرية دي، يا ترى ليه؟ إيه حكاية القرية دي وليه البياعين بيتجمعوا فيها في فصل الربيع؟ تعالوا معانا نعرفكم على قرية سرد الأثرية. حكايتنا النهاردة من قلب محافظة الغربية، وفي مركز أطور تحديداً هتلاقوا قرية سرد، القرية اللي بتعتبر أكبر قرية لإنتاج وزراعة التوت في مصر. مع بداية فصل الربيع بتحضر القرية موسم الحصاد اللي بيكون بمثابة عيد لأهالي القرية. مئات التجار من كل محافظات وجه بحري والصعيد بييجوا للقرية عشان يشتروا التوت وبعدها يبيعوه للجمهور. التوت في سرد مش مجرد فاكهة عادية، لا دي بتمثل مصدر دخل رئيسي لأهالي القرية. التوت هو فاكهة الغني والفقير، الكل بيتهافت على شرائه عشان طعمه اللذيذ وفوائده الصحية. أول ما تقرب من مدخل قرية سرد هتشوف أشجار التوت على جانبين الطريق. الأشجار دي مش بس في الحقول، دي كمان بتضلل على الطرق أو خلال موسم الحصاد الشوارع بتكون مليانة بالحركة والنشاط. المهندس سيد شلبي قال لموقع اليوم السابع إن القرية دي مشهورة جدا وهي من القرى الأثرية القديمة وكان اسمها زمان سردام. أشجار التوت منتشرة في القرية من مئات السنين، ولما تيجي تسأل أي حد من أهالي القرية هتلاقي إنهم اتولدوا وكبروا ولو أشجار التوت موجودة في كل حتة. زمان كان في نوعين من التوت في القرية، التوت البلدي والتوت الأسمر، لكن من حوالي 50 سنة دخل التوت الأفرنجي اللي بقى بيتباع أغلى من التوت البلدي. بيقول صلاح خاطر واحد من أبناء القرية في لقاء ليه على موقع اليوم السابع إن التوت هو مصدر الدخل الرئيسي للأهالي خلال فترة موسمه. الأهالي بيجمعوا التوت كل يوم بعد صلاة الفجر أو عند غروب الشمس عشان الحرارة ما تتلفش الثمار. المهندس سيد شلبي بيقول إن مكاسب القرية في موسم التوت بتوصل لخمس ملايين جنيه. كل أهل القرية بيشتغلوا في جمع التوت وبيطلعوا مع أولادهم يهزوا الشجر ويجمعوا التوت. الطشت الواحد بيتباع ب 300 جنيه وبيوصل وزنه ل 25 كيلوغرام. التوت الأحمر والأسمر بيصنعوا منه صبغات، أما التوت الأفرنجي والبلدي بيعملوا منه مربات، وورق التوت بيتغذى عليه دود القز. لكل فرد في القرية شجرته الخاصة بيه، ومعروف للجميع ملكية الشجر لأصحابه، ومفيش حد يقدر يتعدى على ملكية غيره. طيب إيه هي طريقة جمع التوت؟ جمع التوت في سرد ليه طريقة خاصة، بيحطوا مفارش تحت كل شجرة، وبعدين صاحب الشجرة أو حد ينوب عنه بيطلع الشجرة ويهز الأغصان عشان تقع الثمار، وبعدها بيجمعوا التوت من على المفارش وبيجهزوا للبيع. التوت بيحتاج معاملة خاصة عشان يحافظ على جودته، بعد جمعه بيتم غسله وتنظيفه من الشوائب، وبعدين بيتم نقله للسوق الموجود عند مدخل القرية فجر كل يوم. ولو مش عارف زراعة التوت من الأول بتكون إزاي، أنا هقولك. زراعة التوت بتبدأ من شتلات صغيرة، بعد ما توصل الشتلات لطول معين بيتم نقلها وزراعتها في المكان اللي هم عايزينه. لما الشجرة تكبر بتبدأ في الإنتاج، بعد ما يلموا الإنتاج بيروحوا بيه على السوق. السوق اللي بيتعمل عند مدخل القرية كل فجر هو القلب النابض لقرية سرد في موسم التوت. التجار بيجوا من كل حتة عشان يشتروا التوت ويبيعوا في الأسواق التانية. التوت بيوصل للمستهلكين في كل محافظات مصر، وفي النهاية قرية سرد بتعتبر منبع التوت في مصر. التوت بيمثل مصدر دخل رئيسي للأهالي، وموسم الحصاد بيكون زي عيد للقرية. الأشجار المنتشرة في كل شوارع القرية بتمثل جزء من تراثها وتاريخها، والأهالي بيحافظوا على التوت عشان يفضل مصدر رزق ليهم ولولادهم. قرية سرد مش بس بتنتج التوت، دي كمان بتقدم دروس في العمل الجماعي والاعتماد على النفس. كل أهالي القرية بيشتغلوا مع بعض عشان يحققوا أكبر استفادة من موسم التوت، وده بيبين قد إيه الترابط والتعاون مهمين لتحقيق النجاح. ودلوقتي قول لنا أكلت توت قبل كده من قرية سرد، ولو تعرف حد من هناك منشله.